يا السلام عليكم شو اخباركم ان شاء الله طيب ابو العرب جديد ان شاء الله الفيديو راح يكون فيديو بسيط وسريع زي ما تشوفون عنوان الفيديو هذا الشيء صدق صار اعرف ساحب كثير واعرف دايم اعتذر واحس انه يعني ما له داعي نكثر كلام بس الجهاز حقي جاء فايروس واكلته وعندي كم فيديو كنت مصور فيديوهات كثير راحت علي الحين لكن الحين قاعد استخدم لابتوب ثاني قاعد استخدم لابتوب القديم كنت معطيه اخوي بس الحين انا استخدمه مؤقت لما يجي اللابتوب حقي ذاك الحين قاعد يعني مودي ما حيصلحونه ان شاء الله يعني يمكن يجي بعد يوم كذا أو, او ان شاء الله يصلح بعد يوم وكذا يا يعني بس بغيت اعلمكم اني موجود وان شاء الله فيديوهات جايه بالطريق فيديوهات كثير ان شاء الله بس اصبروا علي عشان الحين محيوس كل شيء راح علي وقاعد احاول اني اصور وقاعد احمل برامج التصوير وعدل الاشياء في التوب البايخ هذا اصبروا لي شويات ان شاء الله بنزل فيديو ان شاء الله اليوم او بنزل ان شاء الله قريب فبحاول انزل فيديوهات اكثر واعوض اللي فات نعم شكرا خير ان شاء الله شباب ومشكور على متابعتكم الفيديو والسلام